ارتفاع مستمر بأسعار السلع الغذائية ببلدان عديدة ونسب تضخم عالية عم تتسجل عالميا. شو هن البلدان يلي سجلوا أعلى نسبة؟ بلايحة ضمنت أسماء البلدان يلي زادت فيها معدلات التضخم الغذائي، لبنان كان بالصدارة بنسبة 350% بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة يلي تزامنت مع غلاء بأسعار السلع والخدمات الأساسية. خمس بلدان بالمنطقة عم بيواجهوا معدلات تضخم بتتجاوز 60%، لبنان وسوريا عم بيواجهوا تضخم بأسعار السلع بنسبة 138% و105% على التوالي، أما بإيران، مصر وتركيا معدل التضخم الغذائي السنوي تجاوز 61%. المخاطر الاقتصادية عم بتأثر على اتجاهات الأمن الغذائي وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي لعام 2023 واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.